نعمل جمع ذاتي بكرة الساعة 6 الصبح. يا صباح الزفت، الساعة 6 والمقيمين في هذا الفندق مترحب بيهم للفطار. الجو تحفة النهاردة للتمتع بالمناظر الخلابة، واحتمال يكون جو هايل في السرير او للنوم، او اقول لك الاحسن للجمع الذاتي اللي بنخسره. ما تقوم تصحى. انت كنت بتصحيني ولا بتتكلم في الراديو؟ قلل في الكلام وركز في التمارين. يلا فين النشاط؟ فين الحيوية؟ عايزين قوة. هروب سريع، هروب سريع، هروب سريع، راحة. هروب سريع، هروب سريع، هروب سريع، صيحة صيحة. فتين عايزين يكسبوا. هو ها لازم نحط عليهم. يلا يا انا الدربن ده عايزين يكسبوا الكامبش كلوب. بيلعبوا كيم صحي وبدري، عملوا صيحة جامدة. مش عارف معين كل الدنيا هنا بتقول ان احنا نكسب طبق الفول. الكامبر معروف بنضافته، لازم نهزم اي حاجة ضدنا. 18 19 120. انا مش مصدق. مالك يا كابتن؟ بص ده الفويس اوفر بتاعنا. تنت البابا تقدم. انا هطلع فيه. ذاهبين الى الكام محضرين صيحاتا ومستعدين للحط عليكم. نحن شركة المرعبين المهروس دي مارلي. شعرنا المخاوفات المناسب للتنت المناسب. الحط المناسب يتحول الى نقط. شركة المرعبين المهروسة. شركة المرعبين المهروسة مستعدة للغد، انتظرونا سوف نحط عليكم جدا. وطبعا بنستعد للكامب بروح منافسة عالية. اهو نطلع هنا. نحن نسعى لغد مشرق اليوم. نحن شركة المرعبين المهروسة. وشعار تنتنا هو البابا جالكم خبوا عيالكم. ايه اللي بيحصل ده؟ ولا يهمك، انا طلعت في التلفزيون. شفتني؟ كنت هايل. الو انا عارف بذمتك حلو. كل التنتات شافوها؟ دي ميرولا. دي اقل حاجة عندنا. ادينا صحينا. ياكش الكامب بتاع ال 120 دولار ده يفلح. دول محسسني ان هم ياخدونا فندق. دم خفيف، دول هيرمونا على الارض عشان ننام. سلام حبيبي. سلام. طب يلا بينا نروح نفطر. لا ايه يا عم انا جعان، يلا ناكل. يا كامبر يلا نجمع. نجمع؟ ايوه. لا 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 انا جعان، خليني اكل. لا كده هبط. شفتين مريم؟ يا شفتين مريم. يا زكي انت عارف هم عاملين الفطار ليه؟ ها؟ مش فاكر. علشان ناكل الصبح زي الناس التانيين واكل فول وطعمية. رغي ممكن تبطل رغي يا كسول وجمع ليه نقط. نقط؟ ليه انا؟ بص لنفسك انت هتملى الصف كله. ده البابا جالكم هبا جالكم. ازيك يا كبس؟ ازيكم يا براونيز اطفال احباب الله. ما تنسوش تكسبوا الكب زي كل مرة. لا 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 لا. هي هي اهلا يا بابي. كابتن بهاء عامل ايه يا كابتن؟ انا سمعت انكم حاطين على الكامب ده كله. عيب عليك، ده احنا اللي معلمينهم. احسنت يا ابني.